أنواع الصيام كثيرة. إيه هم أنواع الصيام؟ أول صيام هو ال 12 12. يعني إيه 12 12؟ يعني آكل وأشرب على مدار 12 ساعة وأصوم 12 ساعة. يعني أفطر الساعة 8، أتعشى الساعة 8، أفطر الساعة 10، أتعشى الساعة 10، وهكذا. آكل كل 3 ساعات وجبة، كل ساعة أشرب كوباية مية، وال 12 ساعة التانيين ما أكلش وما أشربش فيهم حاجة. ده الصيام اسمه 12 12. الصيام الثاني 16 8، يعني أصوم 16 ساعة وأفطر في 8، وده هو الصيام بتاع رمضان. الصيام الثالث هو ال 20 4، هو غير مفضل، يعني أنا أصوم 20 ساعة وأفطر على مدار 4 ساعات. آخر صيام هو غير مفضل بالمرة، اسمه الـ OMD Only One Meal a Day. يعني إيه؟ يعني هو صيام الوجبة الواحدة. يعني إيه؟ يعني أنا أصوم 23 ساعة وأفطر على مدار ساعة واحدة بس. وده غير مفضل ليه؟ لأنه على قد ما بيقلل الوزن كويس جدا، على قد ما بيضر الجسم. هي دي أنواع الصيام المختلفة. أنصحكم على طول 12 12، وفي رمضان والاثنين والأربع 16 8. من فضلكم شيروا الفيديو ده عشان الناس تستفاد. من فضلكم ما تنساش تصلي على سيدنا محمد في التعليقات. تحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم اللي هو باسم استشاري الصحة العامة.